أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد الدور الوطني الكبير والمخلص الذي تطلع به وزارة الداخلية وإسهامات منتسبيها في حفظ أمن واستقرار الجميع وإنفاذ القانون والنظام وصون المنجزات الوطنية التي تحققت خلال المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مثمنا سموه هذا الدور واعتزازه وفخره بكافة جهود منتسبي وزارة الداخلية. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم برعاية حفل تخريج الدفعة 11 للمرشحين الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة. وكان الحفل قد بدأ بوصول صاحب السمو نائب جلالة الملك ولي العهد، حيث كان في الاستقبال الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وكبار المسؤولين بالوزارة. Thank you.
الأكاديمية الملكية للشرطة تقدم بهيئة الاستعراض بنظام الفصائل الأليمي معتدى سر. وقد بدأ العرض الميداني بالمرور أمام المنصة وأداء التحية لراعي الحفل، وقد توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد بالشكر والتقدير للفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ولكافة منتسبي الوزارة على تفانيهم في أداء الواجب تجاه الوطن والمواطن وكل من يقيم على أرض مملكة البحرين لينعم الجميع بالأمن والأمان في ربوع المملكة. وقد هنأ سموه خريجي الدفعة وشكر ذوي الخريجين على حرصهم وتشجيعهم، ولجميع القائمين على الأكاديمية الملكية للشرطة على إسهاماتهم الكبيرة فيما حققه الخريجون من نجاح. وقال سموه: ونحن اليوم نحتفي بتخريج هذه الدفعة الجديدة من الأكاديمية الملكية للشرطة، نستذكر مناسبة عزيزة علينا وهي يوم الشهيد، والتي قرنها صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأعياد الوطن المجيدة تقديراً وتخليداً لذكرى من ضحوا في ميادين الشرف والبطولة فداءً للوطن وترابه وحفظ أمنه واستقراره، متمنياً سموه للخريجين التوفيق والنجاح في تولي مسؤولية حفظ الأمن والذي يعد شرفاً وواجباً وطنياً، حثا سموه إياهم بالالتزام بالعزيمة والإصرار والإرادة وصون حقوق الإنسان وحرياته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا، صدق الله العظيم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بخالص الفخر والامتنان باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية أن أرحب بمقدم سموكم الكريم، شاكراً رعايتكم المباركة لتخريج الدفعة 11 من المرشحين الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة، ومقدراً بخالص العرفان والتقدير ما نلقاه من دعم ومساندة من لدن سموكم حفظكم الله ورعاكم من أجل المحافظة على الكفاءة والجاهزية والروح المعنوية العالية لمنسوبي الوزارة.
سيدي صاحب السمو الملكي، من حسن الطالع أن يأتي تخريج هذه الدورة الفتية من المرشحين الضباط، والبحرين تعيش مشاعر الانتماء وسط إدراك الجميع لبعد الرؤية الملكية السامية وعمق الثقة الوطنية في المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وإن الانسجام الوطني الذي أظهرته نتائج الانتخابات النيابية والمجالس البلدية الأخيرة عبر بصدق عن مستوى المسؤولية الوطنية في البلاد، والتي تعتبر أهم مرتكزات البيئة الأمنية الصالحة. وما كان هذا ليتحقق لولا تمسك البحرين قيادة وحكومة وشعب بطريق الحق والعدالة وبالقيم الوطنية الأصيلة، وما أولته الحكومة من اهتمام بتحقيق النهضة الاقتصادية وتوفير العيش الكريم للمواطن ومراعاة احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى المستوى المتميز في الانضباط العام الذي تحلت به أجهزة إنفاذ القانون في أداء مسؤولياتها الأمنية. وكل هذا ولا شك شكل دفعة معنوية عالية ومكتسبا وطنيا يدعونا كمواطنين ومسؤولين إلى ضرورة المحافظة على هذا الإنجاز الوطني التاريخي في إطار تحقيق أمننا الشامل. سيدي صاحب السمو الملكي الحضور الكريم، ما يستحق الإشارة إليه في هذه المناسبة أيضا هو أننا ومن خلال العمل على تطوير الأداء الشرطي قطعنا شوطا طويلا في مجال مواكبة التطور التقني ومواجهة التحديات الأمنية بما في ذلك تشعب الجريمة وارتباطها الخارجي في إطار ما توفرها بيئة الاتصالات العالمية الحديثة، وقد واكب ذلك تطورا على استراتيجيتنا الأمنية وذلك للمرحلة القادمة، تمثل في التركيز على تطوير العمل الأمني الاستباقي تحقيقا لمبدأ منع الجريمة. والأمر الآخر هو ترسيخ مفهوم العمل بصورة مشتركة من خلال الربط الإلكتروني بين جميع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وتوحيد صورة الموقف الأمني، والتركيز على تلبية مبدأ سرعة الاستجابة من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في إدارة الأحداث الأمنية واتخاذ القرار. وليتحقق ذلك فإن الأمر يتطلب إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة تطورات العمل الأمني الحديث للعمل في صفوف ما تعرف بالشرطة الذكية. وإن هذا المستقبل ينتظر المشاركة الفاعلة من قبل الضباط الخريجين والذين تم إعدادهم بالعلم والعزم لمواكبة هذه التحديات في الأداء الشرطي. ولكن من منطلق المسؤولية الأمنية يبقى الالتزام بالقانون والتمسك بالانضباط والتحلي بالنزاهة والعدل وتحمل المسؤولية من الأمور الأساسية التي لا تغيب عن ذهن المسؤولين عند تنفيذ الواجبات المناط بهم. ويطيب لي بهذه المناسبة أيها الخريجون الأعزاء أن أحيي فيكم الإرادة الوطنية التي دفعتكم للالتحاق بهذه المهنة الوطنية المقدرة والمشكورة، وأهنيكم على اجتياز متطلبات التخريج بنجاح، كما يسعدني أن أهني وأبارك لأهالي الخريجين. جعلها الله يوما مباركا وإلى مزيد من التفوق والنجاح بإذن الله. وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يديم على البحرين أيام العزة والمنعة
والكرامة في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ودمتم سالمين سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدها قام الخريجون بأداء القسم. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون وفيا للبحرين، أن أكون وفيا للبحرين، أمينا على حقوقها، أمينا على حقوقها، مخلصا لمليكها المعظم، مخلصا لمليكها المعظم، مطيعا لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي من رؤسائي، محافظا على شرفي وسلاحي، محافظا على شرفي وسلاحي، مؤديا أعمال وظيفتي، مؤديا أعمال وظيفتي، بالصدق والأمانة، بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد، محترما قوانين البلاد، وحقوق الناس، وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد. ثم تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتكريم الأوائل من الخريجين. وتشرف عدد من ضباط وزارة الداخلية والهيئة التعليمية في الأكاديمية الملكية للشرطة بالسلام على سموه حفظه الله، معربين عن شكرهم وتقديرهم لتفضل سموه برعاية هذا الحفل وتزويدهم بالتوجيهات التي تصب في الارتقاء بالعمل الأمني. بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بتسليم الشهادات للخريجين والذين تم تأهيلهم وفق أرقى المستويات العلمية والتدريبية، ومن بينهم مبتعثون من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهنأ معاليه الخريجين بالانضمام إلى زملائهم من رجال الشرطة من أجل حفظ الأمن في كافة أنحاء الوطن، مشيدا بالنتائج الطيبة التي حققوها بما ينعكس على أدائهم الأمني، متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن.